اتكلمنا طبعا المحاضرات اللي فاتت عن جزئين مهمين جدا في نظم التشغيل، وكنا اتكلمنا على علاقة نظم التشغيل او البرمجيات بالحاسب الآلي، وازاي ان المكونات المادية دي ما ينفعش تشتغل بعدم وجود نظام التشغيل او البرمجيات، يعني المادية الاجزاء المادية بتاعت الحاسب الآلي ما يبقاش ليها قيمة او ما بتشتغلش وتؤدي الوظيفة المطلوبة منها الا ما يكون فيما يسمى بالبرمجيات. وقلنا ان البرمجيات دي عندنا جزئين، في برمجيات النظام وتطبيقات البرامج، وقلنا ان برمجيات النظام دي هي اللي بتحكم في المكونات الماديه للجهاز واللي بتخلي تطبيقات البرامج تشتغل بشكل سليم وتؤدي الوظيفه الخاصه المطلوبه منها. وبرده اتكلمنا المحاضره اللي فاتت عن تطور نظم التشغيل والبرمجيات على مدار اجيال الحاسب، وعرفنا ازاي ان كانت بدايات التطور ان ما كانش فيه ما يسمى بنظام التشغيل في الاول، وبعد كده ازاي الموضوع ده اتطور لحد ما وصل للشكل اللي هو عليه دلوقتي. النهارده ان شاء الله هنتكلم على هنتابع موضوعنا على نظم التشغيل، وهنتكلم على نظام التشغيل ومهامه واهميته. زي ما احنا شايفين قدامنا كده ان نظام التشغيل يعتبر من اهم البرمجيات الاساسيه اللي بيحتاجها الحاسب عشان يشتغل، عشان كده احنا بنسميها برمجيات النظام. بنسميها ايه؟ برمجيات النظام. ليه؟ لان دي البرمجيات الأساسية اللي الحاسب لازم تكون موجودة جواه عشان يشتغل. زي ما احنا قلنا مفيش جهاز حاسب إلا ما يكون عليه نظام تشغيل، مفيش موبايل إلا ما يكون عليه أندرويد، مفيش أي جهاز بيشتغل إلا ما يكون عنده نظام تشغيل. ليه؟ لأن نظام التشغيل ده هو اللي هيخلي المكونات المادية للجهاز تعمل وتؤدي الوظيفة مطلوبة منها. بدون نظام تشغيل مش هنقدر نستغل المكونات دي أو نستفيد منها تماما. عشان كده احنا بنسمي نظام التشغيل برمجيات الأساسية أو برمجيات النظام أو السيستم سوفتوير. لو جينا عرفنا نظام التشغيل بشكل عام كده، فهنقول إن نظام التشغيل مجموعة بالبرمجيات الأساسية التي تقوم بإدارة الحاسب والتحكم في كافة الأعمال والمهام التي يقوم بها. يعني النظام التشغيل ده مش عبارة عن برنامج واحد يا جماعة، نظام التشغيل ده في الحقيقة هو عبارة عن مجموعة من البرمجيات. مجموعة البرمجيات دي بتبقى مرتبطة مع بعض وبتشتغل مع بعض عشان خاطر تكون في الآخر نظام التشغيل. إذا نظام التشغيل ده ما اقدرش أقول عليه إن هو برنامج واحد بس، لا، هي عدة برامج بتشتغل مع بعض بشكل متناغم عشان خاطر في الآخر تخلي الحاسب يقوم بالأعمال والمهام المطلوبة منه على أكمل وجه، وبتتحكم في الحاسب الآلي. كمان النظام التشغيل أو البرمجيات نظام التشغيل بتخلي المستخدم يستفيد من الأجهزة والملحقات المتصلة بالحاسب الآلي. يعني أنا مثلا لو عندي برينتر مش هقدر أطبع ورقة إلا ما يكون فيه نظام تشغيل، لأن نظام التشغيل ده هو اللي بيمكنني إن أنا لما أدي أمر الطباعة هو بقى بيفصل الأمر ده للجهاز ويروح للملحق اللي هو الطبعة ويديها الأمر بشكل ما. الأمر ده هو اللي بيترجم إن هي تخليها تطبع الورقة المطلوبة أو عدة الأوراق المطلوبة اللي أنا عايز أطبعها. كمان برضو لو جينا نقول مثلا وحدات الإدخال زي الماوس او الفأرة او زي الكيبورد او الحاجات دي كلها، كل وحدات الادخال دي المتصلة بالحاسب بعتبرها زي وحدات طرفية متصلة بالحاسب. الوحدات دي عشان الجهاز يستقبل البيانات المدخلة منها فلازم يكون في نظام تشغيل عشان يقدر يفسر المدخلات دي للحاسب الآلي عشان يقدر يوجه الحاسب بعد كده عشان يقوم بالوظائف المطلوبة منه. برضو نظام التشغيل زي ما احنا كاتبين كده، كما يمكن تمكن المستخدم من ايه؟ من الاستفادة من البرمجيات التطبيقية المختلفة للحاسب. يبقى احنا قلنا زي ما احنا قلنا ان السوفت وير ده عبارة عن برمجيات النظام والبرمجيات التطبيقية. البرمجيات التطبيقية دي عبارة عن برمجيات بتؤدي وظائف محددة، عبارة عن برامج بتؤدي وظائف محددة. فنظام التشغيل بيخليني استفيد من النوعية دي من البرمجيات على الحاسب الآلي. زي مثلا لو انا عايز اطبع مثلا رساله او اكتب رساله عشان اطبعها مثلا، فانا عايز تطبيق معين يساعدني في كتابه النصوص، فبالتالي هروح لتطبيق هدفه الاساسي هو التعامل مع النصوص. التطبيق ده مش هيشتغل الا في وجود برضو نظام التشغيل. نظام التشغيل ده هو اللي هيخلي التطبيق ده يشتغل، وبالتالي يقدر يستعمل كل المكونات والموارد الموجوده في الجهاز اللي محتاجها عشان خاطر يتم الوظيفه بتاعته على اكمل وجه. طبعا احنا عندنا في البرمجيات التطبيقية في عندنا انواع مختلفة كتيرة جدا.
في منها اللي مسؤول عن التعامل مع النصوص، في التعامل مع الصور، في الحاجات الهندسية، في المسائل التجارية والحسابية. كل دي يعتبر برامج تطبيقات، كل واحدة منها بتأدي وظيفة محددة، والوظيفة دي ما بتتمش إلا من خلال نظام التشغيل. نظام التشغيل بيقوم بدورين مهمين. الدور الأول اللي هو إدارة موارد الجهاز أو المكونات المادية والبرمجية للجهاز. يبقى أنا عشان أدير أول دور من أدوار نظام التشغيل أو الدور الرئيسي الأول في نظام التشغيل، إيه هو؟ إن هو بيدير المكونات المادية والبرمجية للحاسب الآلي. إيه هي المكونات المادية والبرمجية؟ يندرج تحتها بقى المعالج اللي هو البروسيسور أو اللي احنا اتكلمنا عليه وقلنا إن هو اسمه السي بي يو أو السنترال بروسيسنج يونت، وحدة المعالجة المركزية. الذاكرة أو المين ميموري، مساحات التخزين الثانوية زي الهارد ديسك والحاجات الطرفية كلها. كل الموارد دي كلها نظام التشغيل دوره الرئيسي رقم واحد إدارة هذه الموارد. يبقى هو يقدر يتعامل مع كل الموارد دي ويديرها، يقدر يتعامل مع المعالج، يقدر يتعامل مع الذاكرة، المساحات التخزينية المختلفة، وإحنا قدام برضو شوية هنشوف يعني إيه نقصد بالكلام ده. الدور التاني اللي بيقوم بيه نظام التشغيل اللي هو إنه بيعمل ربط ما بين التطبيقات بالمكونات المادية للحاسب. زي ما احنا قلنا كده في حاجة اسمها تطبيقات البرامج، ودي البرامج المتخصصة في هدف معين. البرامج دي بيحصل لها ربط بالمكونات المادية للحاسب عن طريق نظام التشغيل، طبعا من غير ما اعرف تفاصيل عن عملية الربط دي بتتم ازاي. يعني حتى لما بلاقي اي برنامج شغال، حتى الناس اللي هي المبرمجين اللي بيعملوا برامج ما بيبقاش عندهم التفصيل او الخلفيه الكامله ازاي نظام التشغيل بعد كده بيتعامل مع البرامج اللي هم عملوها. لا، ده المبرمج بيعمل برنامج، وبعد ما بيعمل البرنامج بيشغله اوتوماتيك مثلا، بيكون عارف ان هو يشتغل على ويندوز مثلا، فهيشتغل البرنامج ده على نظام التشغيل ويندوز. المبرمج نفسه ما بيبقاش عنده خلفيه ايه اللي بيتم فعليا عشان التطبيق اللي هو عمله ده او برمجه ازاي يتعامل مع موارد الجهاز المختلفه زي المعالج والذاكره والعادات التخزين الثانويه وكل الكلام ده. الكلام ده ما بيبقاش ايه فبالتالي اللي بيخفي كل التفاصيل دي كلها هو نظام ايه التشغيل. مجرد بس المبرمج بيبرمج البرنامج القابل للعمل على نظام تشغيل معين، بس نظام تشغيل معين ده بقى هو اللي بيتولى المسؤوليه كامله في ان هو يشوف ايه هي احتياجات التطبيق ده ويبتدي ينفذها على المكونات المادية للحاسب. زي ما احنا شايفين الشكل اللي قدامنا ده بيوضح الدور بتاع نظام التشغيل في عملية ادارة الحاسب الالي. فهنلاقي ان احنا عندنا في الاسفل خالص اللي هي المكونات المادية او الهاردوير اللي هي موجودة في الجهاز، زي ما احنا قلنا اللي هي المعالج والذاكرة الرئيسية وحدات التخزين الثانوية، كل دي هي المقصود بها المكونات المادية أو الهاردوير. نظام التشغيل بيعمل إيه بقى؟ بيعمل أول حاجة إدارة للمدخلات والمخرجات في النظام. يعني أي وحدات متصلة بالحاسب، سواء كانت وحدات إدخال زي ما اتكلمنا عنها باختصار ووحدات إخراج، المسؤول عن إدارة الوحدات دي واتصالها بالحاسب الآلي والتعامل معاه بتتم عن طريق نظام التشغيل، هو المسؤول عن إدارتها. كمان مشغلات الأجهزة، مشغلات الأجهزة اللي هي الديفايس درايفرز، مشغلات الأجهزة دي بتبقى عبارة عن برامج معينة أو سوفت وير معمولة من الشركة المصنعة للجهاز نفسه. يعني أنا مثلا جبت كاميرا وعايز أشغلها على الجهاز عندي، في بعض الأحيان أنا بحتاج إن أنا لازم أعرف الكاميرا دي على الجهاز عشان الجهاز يعرف يتعامل معاها، لأن هي بتتعامل معاها بطريقة معينة. طب أنا أعرفها منين؟ بيبقى فيه بقى ملحق سوفت وير او برنامج متصل اسمه برنامج تعريف للايه؟ للوحده اللي انا عايز اوصلها بالحاسب الالي. البرنامج ده انا بنزله عندي على نظام التشغيل عشان يقدر يعرف يتعامل مع الملحق اللي انا وصلته اللي هو في حالتنا دي الكاميرا، وبالتالي يقدر الجهاز بعد كده يخزن الصور منه او ياخد الصور يلتقطها وبعد كده يتعامل معها على الجهاز وهكذا. فمشغلات الاجهزه دي من مهام نظام التشغيل، هو المسؤول عن عملية تعريف كل الملحقات المتصلة بالجهاز. التعريف ده بيتم عن طريق سوفت وير، يا إما ما جاي مع الشركة المصنعة أو نظام التشغيل نفسه بيحتوي على التعريف مسبقا فبيعرفه على طول وبيخلي الجهاز قابل إن فيه سهولة في التعامل معاه، وبالتالي عملية إرسال واستقبال البيانات من الملحق ده هتبقى ما فيهاش أي مشكلة طول ما في تعريف إزاي أقدر أتعامل مع الوحدة الطرفية دي. برضه من مهام نظام التشغيل ان هو بيعمل اداره للذاكره، وطبعا احنا هنتكلم عن الموضوع ده قدام شويه في المحاضره. ان هو بيبقى مسؤول عن عمليه
ايه اللي اتحط في ذاكره الحاسب وايه اللي ما اتحطش، ايه البيانات اللي ممكن تخزن في الذاكره دي او ايه اللي ما تخزنش، كل الكلام ده هنعرفه بالتفصيل. ولكن احنا هنبقى عارفين ان احنا اداره الذاكره بتاعت الحاسب المسؤول عنها هو نظام التشغيل. بعد كده عندي اداره وحده المعالجه المركزيه اللي هي السي بي يو او المعالج او البروسيسور زي ما تحب تقول يعني، فبرضو المعالج او البروسيسور بيتم ادارته عن طريق برضو نظام التشغيل. طيب بالنسبه لانظمه التشغيل وتعاملها مع الشركات، يعني مين اللي بيصنع نظام التشغيل ده او مين اللي بيعمله، ايه علاقه الشركات المصنعه للاجهزه بنظام التشغيل، هو ده اللي هنعرفه دلوقتي. طبعا بالنسبه لانظمه التشغيل اللي هي زي ما احنا قلنا انها تعتبر البرمجيات الاساسيه للحاسب الالي، الشركات الكبيره لتصنيع الاجهزه بتبقى عايزه تحط نظام تشغيل على اجهزتها عشان تبيعها. طيب ده بيتم عن طريق ايه؟ بيتم عن طريق حاجتين. اول حاجه ان ممكن يكون الشركات الكبرى دي بتعمل انظمه تشغيل، هي نفسها اللي بتعمل انظمه التشغيل الخاصه والمتوافقه مع اجهزتها حسب نوع المعالج المستخدم. يعني ايه؟ انا مثلا عندي شركه كبيره، مثلا الشركه دي بتصنع اجهزه، لما تيجي تصنع اجهزه هي نفسها برضو بتصنع نظام التشغيل القابل او المتوافق للعمل مع الاجهزه دي. وده معناه ايه؟ معناه ان ما ينفعش احط اي نظام تشغيل على اي جهاز حاسب آلي واقول ايه على طول ده هيشتغل بدون مشكلة، لا، لازم يكون نظام التشغيل متوافق مع الجهاز. عشان كده الشركات الكبيرة الضخمة بيبقى عندها الحاجتين، بتصنع الاجهزة وبرضه في نفس الوقت بتعمل او بتبرمج نظام التشغيل وبتنشئه اللي هو في الحاله دي بيتوافق مع مين؟ مع المعالج المستخدم جوه الاجهزه دي. طبعا المعالج عشان نبقى فاهمين، المعالج ده بيبقى ليه مجموعه من التعليمات انستراكشن سيت، مجموعه التعليمات دي لازم عشان انا اتعامل مع المعالج لازم اعرف ايه هي التعليمات دي. فبالتالي الشركات المصنعه بتعمل ايه؟ بتبقى مصممه الهاردوير او المعالجات او الاجهزه الحاسبه كلها بتاعتها مصممه بشكل معين، فتبقى عارفه يتم التعامل مع المعالج بتاعها ازاي، وبالتالي بتعمل نظام تشغيل متوافق مع المعالج ده عشان يعرف بعد كده يقدروا يتعاملوا مع بعض ويقدر نظام التشغيل يشغل المعالج كما ينبغي ويطلب منه الوظائف الممكنه وهكذا. تاني حاجه ان ممكن ايه اللي يحصل بقى؟ ان في شركات معينه بقى تبقى متخصصه بس في انظمه التشغيل. الشركات الكبيرة ممكن شركات تانية ما بتصنعش الحاجتين، يعني ما بتعملش المعدات الحاسب او ما بتصنعش الحاسبات او الاجهزة وبعد كده تصنع كمان نظام التشغيل، لا، ممكن تعمل ايه بقى؟ تفوض شركات معينة، الشركات دي هي اللي بتصنع او هي اللي بتبرمج نظام التشغيل، وبيكون الكلام ده طبقا للاجهزة اللي مصنعها الشركة دي، فالشركة بتصنع الاجهزة وبعد كده بتفوض شركة تانية تعمل لها نظام تشغيل متوافق مع الاجهزة بتاعتها. طبعا الشركات الصغيرة بقى طبعا ما عندهاش القدرة ان هي تقدر ايه تعمل هي نظام تشغيل او حتى تفوض شركات كبرى انها تعمل نظام تشغيل، فبتعمل ايه؟ فلما تيجي تصنع حاسبات او اجهزة فبتبقى مصنعاها طبقا لمنتجات شركات كبيرة. يعني تشوف مثلا شركة زي اي بي ام كبيرة ومش عارف ايه، انا شركة صغيرة ما اقدرش انا اصنع جهاز مستقل بنفسي لمعالج ليه تعليمات خاصة بيه وبعد كده اروح مفوض شركة او انا اعمل نظام تشغيل خاص بالمعالج بتاعي، لا، القصة دي طبعا مكلفة جدا وصعبة جدا وعايزة الشركات الكبرى. طيب الشركات الصغيرة هتعمل ايه؟ الشركة الصغيرة بتعمل ايه؟ بتروح رايحة مثلا شركة زي اي بي ام مثلا، شركة قوية وعملاقة في مجال الكمبيوترات، دي بتصنع اجهزة بمواصفات معينة والمعالج ليه تعليمات معينة، تروح هي واخده البناء بتاع الشركه الكبيره دي نظام التشغيل بس بتعمل اجهزتها او اجهزه الحاسب بتاعتها متوافقه مع شركه ايه؟ اي بي ام، بشرط ان هي لما تيجي تشغل نظام التشغيل اللي عندها اي بي ام تروح واخدها على طول ومشغلها على اجهزتها يشتغل بدون اي مشكله. فالشركات الصغيره بتعمل ايه؟ بتصنع اجهزه بس بتكون الاجهزه دي مماثله او مطابقه لاجهزه شركات كبرى عشان خاطر تاخد بعد كده انظمه التشغيل بتاعتها على طول تشغلها على الاجهزه بتاعتها، لانها ما عندهاش القدره ولا الامكانيات الماديه ان هي مثلا تصنع سواء حاسب خاص بيها او تصنع نظام تشغيل خاص بيها. طبعا زي ما احنا لسه قايلين ان برمجيات النظام او البرمجيات الاساسيه للحاسب اللي هي بنقصد بيها نظام التشغيل عشان انا بعملها او اكتبها او ابرمجها واطورها واعمل لها صيانه، انا محتاج مبرمجين
يقوموا بالكلام ده. طبعا مبرمجين نظام التشغيل هم اعلى مستوى من تصنيف المبرمجين، يعني لما يكون واحد فيكم مثلا عايز يشتغل في البرمجه ويعمل برامج، فطبعا في قدامه اتجاهين، يا اما يعمل برمجيات خاصه بانظمه التشغيل او يعمل برمجيات خاصه بتطبيقات البرامج. لو عمل انظمه برمجيات خاصه بانظمه التشغيل فده يعتبر اعلى مستوى من البرمجه. طبعا هو من الاسم باين كده ان هو هيبقى طبعا صعب ومحتاج مجهود وشغل جامد عشان الواحد يوصل ان هو يبقى مبرمج نظام تشغيل، لان طبعا نظام التشغيل زي ما احنا عارفين ان هو مش بسيط، ده مجموعه حزم برامج متصله مع بعض وبتشتغل مع بعض، وطبعا معقده وكبيره وقويه، فمحتاجه يكون مبرمج نظام التشغيل ليه امكانيات عاليه جدا، وبالتالي ده بيصنف ان هو اعلى مستوى من تصنيف المبرمجين. يعني يقول لك ده ما فيش حد بعده، ادام هو مبرمج نظام تشغيل ده ما فيش حد بعده، لان مبرمجي تطبيقات البرامج بيبقوا طبعا اقل شويه منهم في الايه في المستوى. وعشان كده المبرمجين اللي هم بتوع انظمه التشغيل دول ما بيشتغلوش في الشركات العاديه، لا ده بيشتغلوا في الشركات الكبيره قوي اللي هي مسؤوله عن تصنيع او اللي بتفوض في تصنيع انظمه التشغيل الكبيره، فهم عشان كده بيروحوا يشتغلوا في الشركات دي، لان هم دول اللي عندهم المقدره ان هم يطوروا او ينشئوا او يعملوا صيانه لانظمه التشغيل الخاصه بيهم اللي هم طوروها او هم انشأوها قبل كده. طيب ايه هي مهام نظام التشغيل؟ نظام التشغيل ليه مجموعه من المهام بيقوم بيها ومجموعه من الوظائف بيقوم بيها. الوظائف دي خاصه بعمليه تشغيل الجهاز، جهاز الحاسب الالي، والتحكم في كافه مكوناته ومعداته وملحقاته. أول مهمة من مهام نظام التشغيل، أول حاجة التحكم في مسار البيانات. طبعا نظام التشغيل بيتحكم في عملية نقل البيانات داخل الحاسب الآلي من وحدة إلى وحدة أخرى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا مثلا لو في معالج وفي ذاكرة رئيسية في الجهاز، فاللي بيتحكم في عملية نقل البيانات من الذاكرة الرئيسية للمعالج ومن المعالج للذاكرة الرئيسية هو نظام التشغيل، هو المسؤول عن عمليات إمتى يحدد مين ينقل ايه وحجم اللي هينقله ده قد ايه وهينقله فين وهينقله لمين، وهل اللي هينقله له ده متاح ان هو يستقبل البيانات دي ولا لا. كل المواضيع دي كلها خاصه بنظام التشغيل، هو اللي بيتحكم في عمليه نقل البيانات من وحده الى وحده اخرى. تبادل البيانات بين الوحدات المختلفه دي مهمه اساسيه او من احد المهام الرئيسيه لنظام التشغيل. مش بس كده، لا ده كمان نظام التشغيل بينظم عمليات حفظ البيانات. يعني انا لما اجي احفظ حاجه على جهاز الحاسب الالي فانا بحفظها في مكان معين في الذاكره، انا ما بقاش عندي خلفيه عن المكان ده تحديدا فين، مكانه فين. اللي عنده خلفيه عن مكان الحاجه المخزنه هو نظام الايه؟ التشغيل. احنا مثلا بيبان قدامنا على الجهاز ان انا مخزن الملف الفلاني. الملف الفلاني ده مخزن في نظام التشغيل، هو مخزنه في مكان معين في الذاكره. المكان ده أنا كمستخدم الحاسب الآلي عارفه قدامي على الواجهة الموجودة على الجهاز اللي بتفاعل بيها مع نظام التشغيل، ولكن أنا فعليا أنا معرفش المكان الحقيقي أو الفعلي للبيانات المخزنة دي موجودة فين داخل الحاسب. مين اللي يعرف الكلام ده؟ هو نظام التشغيل. عشان كده نظام التشغيل لما يجي يحفظ حاجة مش بيحفظها كده ويحطها في مكان معين وخلاص، لا ده بيبقى عنده بيانات مفصلة عن الحاجة اللي هو حفظها دي. ليه بيبقى عنده بيانات مفصلة عنها؟ عشان خاطر يعرف يرجع لها بعد كده. يعني انا مثلا كان عندي ملف معين وجيت خزنته في مكان في الحاسب الالي، طبعا انا مش عارف المكان الفعلي اللي تم تخزين الملف بداخله او جواه. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل نظام التشغيل بيحفظ الملف ويسجل جنبه بعض المعلومات المهمه عن الملف ده. زي ايه؟ زي مثلا حجم الملف ده قد ايه، مكانه الفعلي موجود فين، عشان خاطر لما يعوز يجيبه يرجع له تاني او يحصل اي تعامل مع الملف بشكل تاني هيلاقي ان هو بيرجع للبيانات المخزنه على كل ملف، فيقرا يعرف ان دي متخزنه في المكان الفلاني، فبالتالي على طول يرجع لمكان الملف على طول ويجيبه ويبتدي يتعامل معاه مره تانيه. فبيبقى عنده خلفيه عن احجام الملفات واماكن تخزينها فين بالظبط المكان الفعلي في الذاكره، عشان لما احتاج ان انا ارجع للملفات دي في اي وقت فنظام التشغيل اوتوماتيك على طول بيرجع لي تحديدا على طول للملف وما بيغلطش، فبيرجع لنفس الملف اللي هو حدده. ليه؟ لان هو اصلا عنده بيانات مخزنه هو محتفظ بيها عن كل ملف وكل بيان وكل معلومه موجوده داخل الحاسب الالي. يبقى الحاسب الالي ده بيتحكم في عمليه سير او نقل، عمليه نقل البيانات من والى الوحدات المختلفه للحاسب الالي،
والحاجة التانية ان هو مسؤول عن عمليات حفظ البرمجيات داخل الحاسب الآلي وحفظ الملفات والبرمجيات داخل الحاسب الآلي، وده عن طريق ان هو بيحتفظ بكافة المعلومات اللي تساعده بعد كده للوصول مرة تانية للملفات دي والتعامل معها مرة تانية. تاني حاجة من المهام اللي بيقوم بيها نظام التشغيل هي عملية تحميل البرمجيات التطبيقية. وطبعا احنا كنا اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت وقلنا المحاضرة اللي قبل اللي فاتت واتكلمنا وقلنا ايه اتكلمنا قلنا ان احنا لما نعوز نشغل برنامج معين على جهاز الحاسب الآلي او على المعالج، فاللي بيتم فعليا ايه البرنامج او البرنامج التطبيقي بيبقى موجود جوه وحدة تخزين سنوية زي الهارد ديسك مثلا. عشان يشتغل على المعالج بتاع الحاسب الآلي لازم يتنقل للذاكرة الرئيسية اللي هي الرامات، لازم يتم نقله للذاكرة الرئيسية اللي هي ايه الرامات. مجرد ما هو هيشتغل فعليا نظام التشغيل بينقل البرنامج ده الى الرامات، طبعا ما بينقلوش بشكل كامل، هو بينقل جزء منه، لان طبعا في بعض البرمجيات التطبيقية او حتى في بعض الالعاب بتبقى حجمها كبير جدا، فهو طبعا ما يقدرش ينقل الحجم كامل بتاع البرنامج او اللعبة او ايا كان اللي هتشغله بشكل كامل في الرامات. ليه؟ لان ببساطة لو انا نقلت كل البرنامج وكان حجمه كبير جدا، فده بالتالي هيعمل ايه؟ هيخلص كل المساحة الموجودة في الذاكرة الرئيسية. فعشان نتلافى المشكلة دي، فاللي بيتم فعليا ايه؟ اللي بيتم ان بيحصل عملية نقل الجزء بس اللي انا محتاجه او اللي هشتغل عليه فعليا في الجهاز، فبيتم نقل الجزء المهم اللي هبتدي بيه في البرنامج، وكل ما احتاج حاجة يبتدي يجيبها من مثلا وحدة التخزين السنوية وينقلها للرامات وابتدي اشتغل عليها. فاي زي ما احنا قلنا اي برنامج لازم يتم نقله الاول للذاكرة الرئيسية عشان يتم التعامل معاه وتشغيله داخل الحاسب الآلي. لكن بالنسبة للحاسب الآلي او المعالج ما بيتعاملش مباشرة مع وحدات التخزين السنوية وما بيشغلش البرمجيات من الوحدات التخزين السنوية، لا يشغل البرمجيات بس امتى؟ لما تكون بتروح للذاكرة الرئيسية، وبالتالي فان المعالج ما بيتعاملش غير مع الذاكرة الايه الرئيسية للحاسب الآلي. عشان كده من احد واهم مهام نظام التشغيل ان هو بيحمل البرامج التطبيقية للذاكرة الرئيسية اللي هي زي ما احنا قلنا لها. منين؟ من الوحدات الملحقة اللي هي وحدات التخزين السنوية، سواء بقى كان هارد ديسك سواء كانت فلاش سواء ايا كان وحدة التخزين السنوية. وقلنا ان المقصود بعملية التحميل دي هي نقلها الى الذاكرة الرئيسية اللي بعد كده هيتم نقلها او التعامل بيها عن طريق المعالج عشان ينفذها وينفذ البرنامج اللي شغال ده. وبعد ما يخلص برضو نظام التشغيل البرنامج خلص شغله خلاص والمعالج اشتغل عليه وعمل الشغل اللي هو عايزه تمام، يجي بقى برضو دور نظام التشغيل هنا في ان هو بقى بيشيل البرنامج اللي انا خلصت شغلي فيه، فبيشيله من الذاكرة الرئيسية. طبعا زي ما احنا لسه كنا قايلين ان الذاكرة الرئيسية دايما المساحة التخزينية بتاعتها محدودة، يعني ما هياش مساحة كبيرة، وبالتالي انا لازم استغل المساحة دي باكبر كفاءة ممكنة. بستغلها ازاي؟ بستغلها زي ما احنا شايفين كده عن طريق حاجتين. اول حاجة لما باجي احمل نوع من انواع البرمجيات التطبيقية، فانا ما بحملش البرنامج كله، انا بحمل جزء منه اللي انا هشتغل عليه بس، لو احتاجت جزء تاني بروح اجيبه واشتغل عليه وهكذا، لكن ما بحملش التطبيق كله. فدي طبعا بتعمل لي ايه؟ بتفضي لي المساحة او بتخلي فيه مساحة فاضية في الذاكرة، وده بيأثر جامد جدا على سرعة الجهاز، فبالتالي انا بخلي الجهاز اكثر كفاءة. الحاجة التانية ان نظام التشغيل بعد ما البرنامج يخلص الشغل فيه يروح يعمل ايه بقى؟ ما يسيبش البرنامج جوه الرامات حاجز المساحة وقافلها، لان برضو زي ما احنا قلنا مساحة الرامات صغيرة، فبالتالي كده هيخلي الجهاز برضو المساحة بتاعت الرامات تنتهي او تخلص، وبالتالي هيحصل بطء شديد في الجهاز او ممكن الجهاز يوقف عن العمل تماما. طيب الحل ايه؟ الحل انه بعد ما يخلص البرنامج بتاعنا وبعد ما خلص شغل فيه بعد كده بتيجي نظام التشغيل يعمل ازالة لملفات البرنامج التطبيقي اللي انا كنت شغال عليه ده في الذاكرة الرئيسية، يشيله خالص ويمسحه من الذاكرة الرئيسية مش من الجهاز، هو بقى موجود على وحدة تخزين السنوية زي ما هو، فهو بيمسحه من الذاكرة الرئيسية ليه؟ عشان يفضي مساحة لبرامج أخرى عشان تشتغل، وبالتالي يبقى فيه مساحة متوفرة عشان الجهاز يفضل شغال بشكل سليم. برضو من مهام نظام التشغيل التحكم في وحدة الذاكرة الرئيسية. طبعا زي ما احنا قلنا زي ما نظام التشغيل بيتحكم في الذاكرة الرئيسية، ممكن كمان نظام التشغيل يتحكم في عدة أمور، زي مثلا إن ممكن أشغل أكتر من برنامج
في نفس الوقت. يعني انا ممكن اشغل برنامجين او ثلاثه حسب قدره الجهاز بتاعي او المعالج بتاعي. هل ممكن انا اشغل اكتر من برنامج؟ اه ممكن اشغل اكتر من برنامج في نفس الوقت. مين المسؤول عن اداره العمليه دي؟ اللي هو نظام التشغيل. يبقى نظام التشغيل ده بيمكنني ان انا ممكن اشغل اكتر من برنامج في نفس الوقت. مش كده وبس، ده انا ممكن كمان اشغل اخلي اكتر من مستخدم يشتغلوا على جهاز واحد، يعني اكتر من مستخدم متوصلين بوحدات طرفيه، الوحدات الطرفيه دي متصله بالجهاز ده، فكل المستخدمين واصلين بالايه بجهاز واحد. الجهاز ده بيبقى جواه نظام تشغيل. نظام تشغيل دي ساعتها بقى انا مسؤول عن عمليه ايه التوزيع والتوازن بين المستخدمين اللي هم بيشتغلوا على الجهاز ده. زي ايه مثلا؟ ان انا مثلا لو في ذاكره للجهاز ده، فطبعا بيبقى مهم نظام التشغيل هنا مش ان هو يحط البرمجيات يشغلها وبعد كده يشيلها لما تخلص، لا، كمان لو في عدد من المستخدمين بيشتغلوا على نفس الجهاز اذا هم هيتشاركوا نفس الذاكره. وده معناه ايه؟ معناه ان انا لازم اعمل عمليه تجزئه للذاكره دي على عدد المستخدمين الموجودين معايا عشان خاطر كل مستخدم يلاقي له مساحه معينه يقدر يشتغل فيها. فبالتالي بيبقى مين بقى المسؤول عن عمليه توزيع الذاكره دي على المستخدمين المختلفين؟ المسؤول عن الموضوع ده هو نظام ايه؟ نظام التشغيل. بعد كده عندنا برضو من مهام نظام التشغيل التحكم في وحدات الادخال والاخراج. التحكم، عمليه التحكم في وحدات الادخال والاخراج، زي ما احنا قلنا احنا عندنا وحدات ادخال اتكلمنا عنها زي لوحه المفاتيح الكيبورد او الماوس اللي هو الفاره، ووحدات كتيره جدا زي الطبعه ووحدات اخراج والسماعات وهكذا، كان في امثله على وحدات الادخال والاخراج. برضو نظام التشغيل بيبقى مسؤول مسؤوليه تامه على التحكم في هذه الوحدات، بشرط ان انا لو عايز ادخل حاجه على للجهاز الحاسب الالي عن طريق مثلا الكيبورد او الماوس، فانا بعمل عمليه الادخال دي عن طريق نظام التشغيل. هو اللي بياخد مني المدخلات اللي انا دخلتها دي عشان يبتدي هو يتعامل معاها ويديها للجهاز بالشكل اللي ايه اللي يلائمه. برضو نفس الكلام، لما عاوز مثلا اعرض معلومات، فمين اللي بيعرض المعلومات على الشاشه؟ هو نظام التشغيل، هو اللي بيعرف مكان المعلومات فين مخزنه على الحاسب الالي وبيعرف ازاي يتعامل معاها، وبالتالي بعد كده بيعرف ازاي يوريني المعلومات والنتائج اللي طلعت بعد معالجه البيانات داخل الحاسب الالي، بيعرضها لي قدامي على الشاشه، وبالتالي انا اقدر اشوف ايه المعلومات اللي موجوده. حتى لو انا بتعامل مع الطبعه برضه هلاقي ان مين اللي بيدي الامر فعلا للطبعه عشان خاطر تطبع مجموعه من الاوراق او المستندات الخاصه بالطباعه، هلاقي ان نظام التشغيل هو اللي بيدي الامر الفعلي للملحق اللي هو الطبعه عشان خاطر يدي امر اداه تشغيل الطبعه دي وبالتالي بتطبع. اذا التحكم في وحدات الادخال والاخراج بيتم تماما وكليا على عن طريق ايه؟ نظام التشغيل. بعد كده عندنا مهمة الاتصال مع المستخدم، وطبعا زي ما احنا عارفين ان نظام التشغيل ويمكن اشهرهم اللي احنا بنتعامل معاه اللي هو الويندوز، ده بيوفر نظام التشغيل بيوفر اسلوب الواجهة اللي بتقابل المستخدم بتاع الحاسب الالي. يعني لازم يكون في طريقة ان مستخدم الحاسب الالي يقدر يتفاعل مع الجهاز اللي هو شغال معاه، ويقدر يتعامل مع المكونات المادية الخاصة بالجهاز عشان يقدر يستفيد منها، لانها بتأدي له في الاخر وظائف هو عايزها. وبالتالي لازم يكون في واجهة او تواجه حاجه تربط المستخدم بجهاز الحاسب الالي. الواجهه دي مين اللي بينفذها او مين المسؤول عنها او مين اللي بيوفرها؟ هو نظام التشغيل. نظام التشغيل بيعمل واجهه معينه لمستخدم الحاسب الالي بتخلي المستخدم بتاع الحاسب ده يقدر يتابع البرامج بتاعته اللي هو مشغلها. يعني هو لو مشغل مجموعه من البرامج زي ما احنا بنشوف على الويندوز كده، بنبص نعرف برنامج ايه اللي شغال، برنامج ايه اللي واقف، احنا طفينا كذا، شغلنا اللعبه الفلانيه، طفينا كذا، كل الاجراءات دي بتتم ازاي؟ بتتم بشكل مرئي، بقدر اخد فكره عن البرامج بتاعتي شغاله ازاي وايه هي وضعها دلوقتي وايه العمليات اللي بتقوم بيها. كل الكلام ده بيوفره لي مين؟ نظام التشغيل. ليه؟ لان هو بيعمل واجهه بين المستخدم الحاسب الالي وبين الحاسب الالي نفسه، فهو ده بيبقى اللينك اللي بيوصل ما بين الاثنين، وبالتالي بيديني معلومات دايما وببقى مطلع دايما كمستخدم الحاسب الالي على كل العمليات اللي بتتم تنفيذها داخل الحاسب الالي في التطبيقات والبرامج المختلفه على الحاسب. بعد كده عندنا من مهام تشغيل مهام نظام التشغيل اللي هو اكتشاف الاعطال. واكتشاف الاعطال دي عمليه بتحدث اوتوماتيكلي او بشكل اوتوماتيكي يعني لنظام التشغيل لما يحصل اي عطل في اي مكون من مكونات الحاسب الالي. طبعا ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل نظام التشغيل بشكل الي بيشغل مجموعه من البرمجيات الخاصه بعمليه اكتشاف الايه؟ الاعطال. هو بيبقى في مجموعه من البرمجيات احنا ما بنتعاملش بيها، هي موجوده داخل نظام التشغيل.
هدف البرمجيات دي ايه؟ ان لو حصل عطل معين داخل اي جزء او اي مكون داخل الحاسب الالي فلاقي على طول نظام التشغيل بيديني على طول رساله او اشعارات خاصه معينه، ويبتدي حتى لو يقدر يتعامل مع العطل اللي حصل ده ويقدر يصحح الخطا اللي تم او العطل اللي تم بيتعامل معاه، ما كانش بيدي الامر للمستخدم ان هو يتعامل مع المشكله دي، ولكن عمليه اكتشاف الاخطاء الاعطال نفسها الموجوده داخل الحاسب الالي دي تعتبر احد المهام الخاصه بايه؟ بنظام التشغيل. لو جينا لجزئيه ازاي الحاسب الالي بيبدا او بيشتغل، لما اجي ابدا اشغل الجهاز وادوس على زرار الباور، فاول ما بدوس على زرار الباور واشغل الجهاز الحاسب الالي، اول حاجه بيتم ايه؟ اول خطوه قراءه التعليمات والاوامر من الذاكره الروم. احنا قلنا ان في ذاكره مثبته على اللوحه الام او المذر بورد، الذاكره دي اسمها روم اللي هي اختصار لريد اونلي ميموري. الريد اونلي ميموري دي الذاكره دي فيها مجموعه تعليمات واوامر موجوده جواها مخزنه من قبل الشركه المصنعه للوحه الام دي، عشان خاطر تعمل فحص لمكونات الجهاز المختلفه وتبتدي عمليه اقلاع الجهاز او تشغيل الجهاز. زي ما انا قلت الخطوه الثانيه ان بيحصل عن طريق البرمجيات والاوامر الموجوده في الروم بيتم فحص وحدات الحاسب الالي للتاكد انها سليمه قبل ما تشتغل. وبعد كده بيتم تحميل نظام التشغيل من وحدات التخزين السنويه. يعني انا لو عندي نظام التشغيل موجود عندي في الهارد ديسك، فانا اول ما ابدا نظام التشغيل بيتم فحص للمكونات اللي هي الماديه او المكونات الماديه للحاسب الالي. خلاص المكونات سليمه يبتدي تحميل نظام التشغيل. طب بيتم ازاي تحميل نظام التشغيل؟ زي ما احنا قلنا في التطبيقات كده برضو بيتم على نظام التشغيل ان هو بيبقى مخزن في وحده التخزين السنويه زي الهارد ديسك او الفلاشه، وبعد كده بيتم نقله الاول الى الذاكره الرئيسيه من وحدات التخزين السنويه، بيروح للرامات الاول عشان يشتغل. لان احنا قلنا ان اي برمجيات موجوده على الحاسب الالي او اي برامج موجوده على الحاسب الالي لازم تروح للذاكره الرئيسيه الاول عشان تشتغل. وبعد ما خلاص تم تحميل نظام التشغيل، نظام التشغيل بقى او الجهاز الحاسب الالي بيبتدي يتلقى الاوامر من المستخدم هو عايز يعمل ايه. وطبعا لو في برامج تطبيقيه عايز يشغلها مستخدم الحاسب الالي فبيتم تحميل البرامج التطبيقيه دي وينفذ العمليات ليها. وبعد كده بعد ما يخلص البرنامج التطبيقي بعد ما يشتغل عليه مستخدم الحاسب الالي بيتم ايه؟ بيتم ان هو بيبقى منتظر ان المستخدم يشغله برامج تانية اخرى او ان هو يقفل الجهاز. المهم ان نظام التشغيل بيبقى مستعد لاي امر او اي تنفيذ اي امر بيطلبه منه مستخدم الحاسب الالي. دي كده الخطوات اللي عن طريقها بيشتغل نظام التشغيل مع بداية تشغيل الحاسب الالي مرورا بتعامل المستخدم معاه. شكرا لكم ونلتقي المرة القادمة إن شاء الله.